قلبك حنين يا نبي، ما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول إزاي نشتغل الوردتين دول تاني. طبعا أنا كنت نهيت الموضوع ده في الفيديو اللي فات، في آخر فيديو كنت شرحت طبعا الوردتين شمال ويمين وشرحت الجوانب. فاللي أنا هقوله ده هيبقى إعادة، إعادة للوردة الأولى والوردة التانية. طبعا أنا هوضح عشان اللي مش عارف يكمل او في حاجة مثلا هتقف معايا، بس اللي انا هقوله هو اعادة مفيش جديد. اول حاجة هنبص للوردة الاولى دي عشان احنا هنشتغلها تاني، هنكررها بعد طبعا ما هنشتغل الجزء اللي في الجنب ده. طبعا ده انا مش هقول فيه حاجة لان هو برضو اعادة للي فات، كررناها 4 مرات ودي المرة الخامسة. احنا بقى هنشتغل الوردة دي، بس قبل ما نشتغلها هشتغل الجزء ده فوق الوردة التانية دي. طبعا احنا لو بصينا كده نشتغل كده هنشتغل غلط، ما نبصش للوردة كده، هنبص من الشمال الاتجاه اللي فيه اللي هي غرزة الجيراني دي اللي عاملة زي الزاوية. هبص كده، طبعا اخر حاجة وصلت لها اهو اللي هي هنا. نركز بقى في الحتة دي كويس عشان نعرف نكمل. انا ببص كده اهي. طبعا انا لو اشتغلت كده من اليمين كده هشتغل غلط. لازم بقى نركز ان في سطر يمين وسطر شمال، يعني انا هبص كده من يمة الزاوية دي اهو. طبعا بعد الزاويتين دول، بعد دول كده على طول قاعد واحد اهي، الحتة دي اهي السطر ده اللي بعد دي على طول اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعمل غرزة الجيراني. يعني انا هشتغل السطر اللي بعد ده كله فراغات، وهشتغل دي اهو، هاجي هشتغل هنا غرزة جيراني وبعدين فراغ غرزة جيراني، وبعد كده هعد 5 فراغات وهشتغل الغرزة اللي هي دي، وبعد كده هعد كم فراغ، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهشتغل غرزة الجيراني التانية كده، وبعد كده فراغات واكمل السطر. هنشتغلها برضو مع بعض تاني. بعد ما اشتغلت الجزء اللي في الجنب ده هشتغل دي كده كلها فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي بعد الاعمدة، هشتغل فيه اعمدة فراغ اعمدة. اشتغلت اهو بعد الجزء ده 5 فراغات وأعمدة في الفراغ السادس، وبعدين 8 فراغات وأعمدة في الفراغ التاسع. هو ده اللي أنا هشتغله في السطر ده من بعد دي ايه اللي هي بعد الوردة الأولى. بعد الوردة الأولى لو هنتلخبط نحط ماركر فوقيها على طول. طبعا أنا لما بدير الشغل بتجيلي الوردة الناحية دي، والجزء اللي هو عامل زي علامة الأكبر والأصغر دي بتجيلي الناحية. فانا بقى بركز مع السطر اللي انا بشتغل فيه، لما الاقي الجزء ده يبقى هبص هنا، هبص الناحية دي، لما الاقي الوردة يبقى ابص يمة الوردة عشان اشتغل. طبعا انا بصيت كده لما لقيت الاتجاه جه الناحية اهو اهو. بعد دي عديت 5 فراغات واشتغلت الاعمدة في الفراغ السادس، هو ده اللي انا عملته كده بس بيبقى عكس بعض. عديت 8 فراغات واشتغلت الاعمدة في الفراغ التاسع اهي، نفس الشكل اهي، هنا قبليها قبل دي وهنا برضو قبليها. هبتدي بقى اكمل السطر بتاعي اهو فراغات، واشتغل زي ما اشتغلت في بداية السطر ونرجع نكمل. اشتغلت السطر اهو ونهيته بفراغات والجزء اللي في اخر السطر كده. بقى انا قلبت المفرش الناحية التانية عشان اشتغل الناحية دي. طبعا لما قلبته جالي الاتجاه اللي فيه الوردة. هشتغل بقى انا السطر اللي بعد ده ازاي؟
هبص برضو للوردة اللي تحت خالص اللي انا هشتغل ايه، هبص للجزء ده. طبعا انا اشتغلت السطر ده اهو اللي فيه الماركر الاحمر، بس الناحية التانية هشتغل بقى هنا الناحية اللي فيها الوردة. هبص كده اهو، هبص الناحية دي. طبعا اللي بعد السطر ده السطر ده، هاجي برضو اعلم هنا بالماركر كده، اعرف ان انا هشتغل السطر ده. طبعا لما اقلب هرفع الماركر الاحمر في السطر اللي بعده، مش اللي بعده بقى اللي بعديه، يعني هسيب سطر اللي هو انا اشتغلته ده اهو، واللي بعده التالت يعتبر. هنا بقى خلينا في السطر ده عشان نشوف. احنا طبعا هنشتغل يمة الوردة، هنبص كده هنلاقي الاعمدة اهي، الاربع اعمدة. يبقى السطر اللي بعديها على طول اللي هو ده هشتغل اعمدة قبليها واعمدة بعديها وفراغ فوق الاعمدة، دي كلها كده فراغات. يبقى انا هشتغل دي كده فراغات، وهشتغل اعمدة قبل الاعمدة دي واعمدة بعديها. اهي واضحة خالص اهي. بعد كده هشتغل كم فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 اهو. من بعد الاعمدة هنا بقى هعد 6، 1 2 3 4 5 6 اهي نفس العدد. وهشتغل اعمدة قبليها واعمدة بعديها وفراغ في الوسط اهي كده. وهمشي برضو كده نفس النظام، 3 فراغات، 1 2 3 اهو، برضو 3 فراغات، 1 2 3 اهي. وهشتغل اعمدة فراغ اعمدة اهي، وبعد كده فراغات واكمل. يبقى انا الاتجاه اللي فيه الوردة ببص هنا واشتغل، الاتجاه اللي فيه الزاوية دي ببص هنا وبشتغل. لو اشتغلت كده هبص هلاقي الشكل ده. طبعا مش هينفع اشتغل كده، هروح بص بقى الناحية دي اهو، واحط الماركر كده عشان اعرف اشتغل. يبقى انا هشتغل السطر ده كده كده اهو لغاية ما اوصل للاعمدة، هشتغل قبليها اعمدة وفراغ فوق الاعمدة واعمدة في الفراغ اللي بعدها، ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلت الجزء ده اهو هشتغل 6 فراغات، 1 2 3 4 5 6 وبعدين هشتغل اهو، 1 2 3 4 5 6 وبعدين هشتغل اعمدة فراغ اعمدة اهي. وبعد كده هشتغل 3 فراغات، 1 2 3 ادي 1 2 3 وبعدين اعمدة فراغ اعمدة اهي. ده نفس اللي انا بشتغله ناحيتي، هكمل بقى زي ما شرحت كده بالظبط. وبعد كده بقى ايه، هشتغل فراغات واكمل الجزء اللي في بداية السطر، ونرجع نكمل نهاية السطر. واشتغلت الجزء اللي هو في بداية السطر، طبعا هشتغل بقى السطر ده جالي هنا اللي هو اللي عامل زي السبعة ده اهو. انا هشتغل من هنا اهو الجزء اللي فيه الماركر الاحمر اهو. طبعا السطر اللي فيه الماركر ده هو ده اللي انا اشتغلته، واللي بعديه ده اشتغلته بس في الاتجاه التاني. يبقى انا هنقل الماركر في تالت سطر، نجيب الماركر كده. طبعا ده اشتغلته، يبقى هنقل الماركر كده. هبص بقى في الاتجاه اللي فيه الزاوية دي اللي هي زي علامة الاكبر كده اهو، الاتجاه ده هشتغل انا من يمته اهو السطر ده كده. يبقى انا هبص كده اهو اهو في السطر ده اهو كده اهي، هو ده كده. هشتغل طبعا فراغات لغاية ما اوصل للجزء اللي فيه الزاوية دي. قبل الزاوية دي اهو هشتغل قبليها الاعمدة، بس هحسب الاول 3 فراغات. يعني هاجي كده 1 2 3 واشتغل الاعمدة هنا اهي كده اهو. هبص كده قبل الاعمدة دي ب3 فراغات، هعد من بعدها كده 3، 1 2 3 وهشتغل الاعمدة دي. يبقى انا هشتغل ده كله كده فراغات، وقبل الاعمدة دي ب3 فراغات هشتغل اعمدة زي هنا بالظبط، وبعد كده هشتغل اعمدة هنا في الفراغ اللي بين الاعمدة دي اهو.
ننقل الماركر هنا عشان ما نتلخبطش اهو كده. اهو انا في الجزء ده كده، يبقى انا هشتغل ده كله فراغات وهحسب 3 فراغات من قبل الاعمدة، 1 2 3، وهشتغل هنا اعمدة ونرجع نكمل. اشتغلت اهو دي كلها فراغات واشتغلت اعمدة زي ما شرحت هنا بالظبط اهي، واعمدة في الفراغ اللي بين الاعمدة. بعد كده هشتغل 3 فراغات اهو، 1 2 3، اهو ده الفراغ ده اللي فوق الاعمدة، وبعدين اهو الفراغ اللي فوق الاعمدة، 1 2 3، وهشتغل اعمدة قبل الفراغ وبعدين فراغ واعمدة وفراغ واعمدة اهي. يعني هكرر الاعمدة 3 مرات بعد الثلاث فراغات على طول، 1 2 3، هشتغل هنا اعمدة فراغ اعمدة فراغ اعمدة اللي هو الجزء ده، وبعد كده هشتغل 3 فراغات واعمدة فراغين اهي، 1 2 3 اهي، واعمدة فراغين نفس الجزء ده اهو، اعمدة فراغين. بعد كده هشتغل فراغين، فراغ فوق الاعمدة وفراغ فوق الفراغ اهو زي ما انا بشاور كده بالظبط، وبعد كده اعمدة فوق الاعمدة واعمدة في الفراغ اهو نفس السطر ده اهو بالظبط، بس انا بشتغل بقى من الشمال لليمين. طبعا انا عندي شغل هنا بيبقى كله كده يمين، بس لما اجي ابص في الاتجاه هبص الشمال كده اهو، يمة الشمال كده عشان الشغل يطلع مظبوط. مش هشتغل كده بقى، لا هشتغل في الاتجاه اللي في الزاوية دي. لو جاي السطر بتاعي في اتجاه الوردة يبقى بص في اتجاه الوردة برضو واشتغل. هكمل بقى السطر كده زي ما شرحت ونرجع نكمل. نهيت السطر وقلبت الشغل اهو السطر الجديد. طبعا بعد ما عملت الجزء اللي هو في الجنب ده هبص بقى هنا اهو، ده السطر اللي انا اشتغلته، السطر اللي فيه هبص بقى اللي بعده، لأ اللي بعده، يعني هحط في الماركر في تالت سطر عشان السطر اللي بعده ده انا اشتغلته في الاتجاه التاني، يبقى انا هشتغل السطر التالت ده على طول اهو، الماركر اهو نقلته هنا بقى الاتجاه ده اللي فيه الوردة اللي هي دي، فانا هبص كده، هبص اتجاه الوردة وهشتغل، مش هشتغل كده، كده طبعا غلط، ده الاتجاه اللي هو ده، هبص كده في الاتجاه ده، هبص كده اهو اهو هشتغل السطر اللي بعد ده على طول اهو. اخر حاجة انا كنت واصلة لها اللي هم دول اهي، الاعمدة في الفراغ واعمدة فوق الاعمدة، يبقى انا هشتغل ده كله فراغ وقبل الاعمدة هنا هشتغل اعمدة اهي اهي، هنا هشتغل اعمدة وهشتغل فراغ في بداية الاعمدة واعمدة فوق الاعمدة اهي، انا كده هشتغل ورقة الشجرة دي اهي كده، وهشتغل برضو فراغات وهشتغل برضو فوق الاعمدة دي، يعني كم فراغ، 1 2 3 4 5 6 لغاية ما اوصل للجزء اللي فيه القطع المثلثة دي اهي، هدي 1 2 3 4 اهي، يبقى 1 2 3 4 الجزء ده. بعد كده هشتغل فراغ اهو، فراغ هنا وبعدين اعمدة اهي، دي 4 1 2 3 4. بعد ما اشتغل دي هشتغل كم فراغ، 1 2 3 4 5 6 7 اهو، 1 2 3 4 5 6 7 اهي، نفس النظام بالظبط، وهشتغل اعمدة اهي الجزء ده. هكمل انا دي ونرجع نكمل مع بعض. نهيت السطر وقلبنا الشغل طبعا للسطر الجديد. قبل ما اشتغل السطر الجديد هبص هنا الاول، هبص في الاتجاه ده كده هلاقي اللي هي الزاوية، يبقى هبص الناحية دي كده، طبعا
الماركر في السطر اللي انا اشتغلته واللي بعديه كمان، يبقى هنقله في السطر التالي. تفوت اللي بعديه، اللي بعده بقى هنقله فيه كده. طبعا اخر حاجة وصلت لها هنا اللي هو الجزء ده، يبقى انا هبص كده اهو، يبقى هشتغل قبل الاعمدة اعمدة ايه، وبعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للجزء ده اللي هو الجيراني المثلثة دي. هشتغل قبليها اعمدة، وهنا في الفراغ اعمدة، يعني 5 مرات اهي اللي هي دي، 1 2 3 4 5، هشتغل 5 مرات اهو الاعمدة. بعد كده هشتغل كم فراغ؟ 1 2 3 4 5، اخرها تبقى كده الاعمدة، ادي 1 2 3 4 5 اهي. بعد كده هشتغل اعمدة فوق الاعمدة اهي، بعد كده فراغين، فراغ فوق الفراغ وفراغ فوق الاعمدة، وبعد كده اعمدة في الفراغ اهي اللي هي ورقة الشجرة اهي. يبقى انا بشتغل على حسب الاتجاه بتاعي، لو الاتجاه يمة الزاوية هبص كده، يمة الوردة هبص يمة الوردة عشان يطلع شغلي مظبوط زي ما احنا عدينا كده مظبوط. بعد طبعا ما اخلص القطع المثلثة دي هبتدي بقى اشتغل الوردة دي اللي تحت خالص ايه، هلاقي بقى العدد معايا مظبوط، هشتغل بقى زي ما هو موجود كده بالظبط. اخر طبعا حاجة هقف عندها في القطع المثلثة دي اللي هو اعمدة واحدة بس، بنبتديها بواحدة وبعدين 2 3 4 5، ونرجع نقللها 4 3 2 1. من بعد بقى ما تبقى واحدة هبتدي بقى اشتغل السطر اللي بعدها على طول اعمدة. طبعا لما هلف الشغل هيجيلي مثلا لو الاتجاه ده هشتغل لمته، لو اتجاه الوردة هشتغل اتجاه الوردة، هبقى ماشية بقى كده بالظبط اهو. ولو عديت هلاقي نفس العدد مظبوط، بس الاتجاهات بتختلف. لو انا دايرت الشغل ولقيت نفسي هشتغل يم الاعمدة دي هشتغل هنا، هبص هنا واشتغل اتجاه الوردة، هبص اتجاه الوردة واشتغل عشان الشغل يطلع مظبوط. بس هو كده الاعادة بتاعت المفرش، مفيهاش اي حاجة. طبعا بعد ما اشتغل الوردة دي هبتدي اشتغل دي، فهبص هنا عشان اطلع زيها كده بالظبط نفس الشكل. هو ده طبعا الاعادة للمفرش عشان اللي عايز يكمل بنفس النظام يكمل، مفيهاش اي مشكلة. بس هو كان الاختلاف ان احنا طبعا مش هنكمل كده على طول، لأ لازم نبص احنا في اي اتجاه ونشتغل على اساس. ببص كده وبعد بلاقي العدد مظبوط عشان انا شغالة من البداية مظبوط. طالما اشتغلت من البداية مظبوط هيطلع المفرش كله معايا مظبوط، بس انا ابص للاتجاه الصح. مش معقول انا اتجاه كده اهي الزاوية دي وابص للوردة، طبعا هيبقى الشغل مختلف، هبص هلاقي دي قدامي، طب هي الناحية دي، يبقى انا كده بشتغل غلط، لازم ابص كده اهو عشان اعرف اكمل. لو انا لقيت الاتجاه ده يعني دايما بشتغل من الشمال، طبعا انا شغلي هنا يمين اهو، لكن لما ابص كده ابص الاتجاه الشمال عشان اعرف اشتغل. يا رب يكون كده واضح مفهوش اي حاجة وسهل جدا. دمتم في حفظ ورعاية الله.